التليفون الإعلامية اللبنانية، معانا على الزوم الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالد حسام حبيب. ألو، مساء الخير يا ست نضال. مساء الخير يا حبيبتي، كيفك؟ إزاي صحتك كيف مصر وعاملة إيه؟ العظيمة؟ أخبارك إيه يا ست نضال؟ الحمد لله. وحشتينا يعني رجعت كتير. على مكتبي المدمر، مشتقت لكم، رجعنا على مكاتبنا المدمرة وعم نرجع نعملها من جديد. أنا ما لبنان بدي راح أطلع يرجع. هيك، لا مش عم شوفك. إن شاء الله. المهم هلأ تنتصر مصر في قضية سد النهضة، وهذا أهم من كل شيء. يعني إن شاء الله. وتحياتي من قلبي ومن ربي ومن عدد هائل من الشعب اللبناني للشعب المصري وللرئيس العظيم الرئيس السيسي. وانت عارفة رأيي من سنوات لما طلعت معك بشيخ الحارة. صحيح. الله ست نضال، ينصركم يا رب، الله ينصركم يا إن رب. شاء الله ولبنان يمرض ولا يموت. إن شاء الله بإذن الله تبقوا أقوى حبيبتي من ثانك يو. الأول كمان. ست نضال، أنت عملتي حالة جدل في السوشيال ميديا وقلبتي العالم العربي كله. نشرتي تسجيلات منسوبة لوالد حسام حبيب، وفيها كلام الحقيقة منسوبة يدين حسام حبيب ويدين والده ويدين أسرته، وعمل ممكن يكون مشكلة كبيرة احنا مش عارفين ايه ابعادها. فممكن تقولنا الاول القصة وبعدين نتكلم فيها. انا اللي اعرفه عنك انت ست محترمة ومهنية وبتتحري وتتدققي الخبر جدا جدا، وانا شخصيا يعني بأدين لك بانك حقيقي، يعني انا في مشواري الاعلامي انت نصحتيني كتير في اوله، وكنت الحقيقه يعني بحب نصايحك جدا. فانا النهارده تلميذه لاستاذتها، ولو تسمحي لي اقول لك انه اللي حصل ده انا مش حاسه انه صح انه حصل. ما ينفعش ان احنا نعمل كده، ولو اني لسه ما سمعتكيش ممكن يكون عندك اي وجهه نظر انا مش عارفاها، بس انا مش قادره اصدق انه الست اللي علمتني دي انها ممكن تعمل ده، وانا حد علمي انك طول الوقت انسانه امينه جدا. فايه اللي حصل؟ ايه القصه وايه الموضوع؟ بس السؤال ست بسمه، يعني اعتراضك على شو؟ على انه عملنا سبق صحفي استقصائي؟ طيب خليني قبل ما اعترض يعني اعرف ايه القصه الاول منك. القصه انه انت سمعتي بدينتك هذا الرجل ماذا قال، صح؟ سمعتي؟ اي القضيه مش انه نحن عملنا، اذا بدك اعتبريه مثل باباراتسي. تمام. معترضه على الباباراتسي؟ معترضة على الباباراتسي؟ ما حياة المشاهير يا ست نضال ما حدش يقدر يقول اخد الموضوع ده وما تاخدش الموضوع ده، بس موضوع، بس في خط فاصل، في شعرة بتفصل يعني ما بين الحياة الخاصة. طيب يا ست بسمة خليني اتفضل اريحك. ليش اتفضل. شيرين لما طلعت ما اعترضت؟ انت عم تعترضي، ليش شيرين لما طلعت ما اعترضت؟ ليش شيرين أكدت نفت يا أن ست هذا نضال، الرجل يكذب؟ شيرين نعم، نزلت تسجيل نفت فيه الكلام ده، كل اللي اتقال ده هي نفت لا فيه. نفت يا مدام، يا مدام بسمة، نفت ما قاله هذا الرجل. يعني اتحدت مع زوجها ومع أم زوجها ونكرت كل ما قاله هذا الرجل، لكنها لم تنكر أنه قال. لازم نفرق، صح؟ انا عايزه اسمع علشان اعرف اخد يعني ابني رايي، بس عايزاكي تكملي لي. هو الموضوع يعني هل انا ممكن انه انا كصحفيه، ايه اللي خلى واحده تكون صحفيه تعمل مكالمات تليفونيه لوالد مطرب مشهور وتتكلم معاه؟ واكيد دي اذا كان حقيقي مش المكالمه الاولى، لتستدرجه لانه يتكلم في مواضيع عائليه خاصه. ما هو السبب بصرف النظر عن اللي اتقال واذا كان حقيقي ولا لا يا ست نضال؟ سبب سبق صحفي، هذا صوته وهذا ما يقول. عم بحكي بالفصحى حتى يفهموا المصريين. ليش الناس اهتمت؟
ليه هالماس هالكم الهائل من الناس اهتمت تسمع؟ اذا نحن قدمنا مادي الناس تشتهي انها تسمعها، مش خبر تافه، صح؟ هل بتنكري هيدا الشيء؟ طب انا خليني اسالك سؤال عشان نفهم ونوضح للناس، انتوا يعني الصوت اللي سمعناه ده عباره عن تسجيل ولا انتوا عملتوا الحوار ده مع والد المطرب حسام حبيب؟ ده تسجيل؟ لا يا حبيبتي، لا لا يا ست بسمع، انت عم تناقشيني بقضيه لها علاقه بالاخلاق المهنيه، هيك قصدك؟ لا انت فهماني غلط ست نضال، انا هعيد لك من تاني. تعالي نبدأ الحوار من الأول. في تسجيل نزل لصوت والد المطرب حسام حبيب، واتقال كده، اتقال كده، احنا ما نعرفش صوته. فهل التسجيل اللي نزل ده انتم مسجلينه في تليفون، كان مكالمة تليفونية ولا اتبعت لكم؟ نعم يا ست بسمع هيدا التسجيل، نعم يا مدام بسمع هيدا هيدا الصوت، أولا صوت والد حسام حبيب، وأكدت شيرين بشكل تلميحي انه هيدا صوته، والدليل انه ما قالت هو ما قال هيك، لم تدافع عن. انا مش عايزه افسر كلام شيرين دلوقتي، يعني شيرين ست مخبوطه مصدومه في كلام حاصل، في اشاعه طالعه، في موضوع طالع، فما اقدرش ان انا احلل كلامها انه ينم على ايه، لكن انا بتكلم عن المصدر اللي جه، ده اللي يهمني دلوقتي، المصدر اللي طلع يا ست مصدر نضال. مصدر ست بسمة، ست بسمة حضرتك وكل فريقك اللي معك بيعرفوا انه مصدر الصحفي يستطيع ان يقف امام القاضي، واذا ساله القاضي من هو مصدر، يعني شو هو مصدرك، بيقول له ما لك علاقه، هذا حق مقدس، المصدر ما بنقول شو هو. غير هيك رح ريحك اكثر واقول لك انه شيرين عندها اكثر من 12 مليون فولورز، هودي يعني موثقين عبر السوشيال ميديا، ونحن عندنا اكثر من 12 فولورز بيعشقونا وبيعشقوا شيرين، ال 24 مليون هولي كلهم ريبورترز لإلنا، ونحن عملنا سب، نحن سجلنا شو عم بيقول هيدا الرجل وعم بيقدم معلومات، وشيرين ردت وما كذبتنا، هو اللي كذبنا ونحن ردينا عليه وقلنا له لو انت مش قايل هيدا الكلام ارفع دعوة بالمحكمة، وبدك تثبت عبر بصمة الصوت المخبرية انه هيدا مش صوتك. هيدي القضية، هل تحدث هذا الرجل إلى هذه الريبورتر أم لم يتحدث؟ هل قال هذا الكلام أم لم يقل؟ هيدي القضية، مش القضية كيف سجلنا وليس سجلنا ولي نشرنا، هيدا شغل الصحافي. طيب خلينا نسيب ده على جنب. حاضر حاضر مدام. حاضر، خلينا نسيب دي ليه على جنب. خليني اسالك سؤال تاني، انه اللي انت ما حددتليش في سؤالي، ما اخدتش اجابه واضحه، هل انتوا اللي اجريتم الحوار مع والد حسام حبيب كان حوار ولا تسجيل مكالمه تليفونيه ام تسجيل حوار 1 تو 1؟ حوار صحفي؟ لا تعليق. مكالمه تليفونيه ام حوار صحفي؟ لا ما هو ده يفرق عند الناس يا ست نضال، انت رافضه تكشفي عن السر ليه؟ ست بسمع، انا ما في. ليه انا بسالك يا ست نضال؟ انا ليه بسالك؟ لانه لو كان جالك التسجيل ده هل تحريتي مصداقيه انه ده صوته؟ مدام عم بقول لك خليه يروح يرفع دعوه ويثبت انه هيدا مش صوته. انا مش والد حسام حبيب دلوقتي. انا هرفع عليه دعوه. نعم؟ هل تحققتي من صحة الصوت ان ده صوت وانت صحفية كبيرة يا مدام معروفة في الوطن العربي؟ يا مدام يا مدام بسمع، من فضلك من فضلك، ما الرجال بيعرف اصلا مع مين كان عم يحكي، اكثر من هيك في بصمه صوت مدام، نحن مش بزمن 1900 وخشبي، نحن بال 2021. كيف تحقق السؤال مدام. هنا كيف تحققتي ان هذا صوت والد المطرب حسام حبيب؟ كيف تحققت؟ طبعا كيف؟ نعم، ازاي تحققتي انه ده صوت والد المطرب حسام حبيب يا مدام؟ لانه حكينا معه، عم بتلفي وتدوري لتعرفي كيف العملية صارت، ما راح اقول. انا يعني ست نضال
سمعت انت معترضه، انت معترضه، هيدا شغلنا مدام. يعني ما بعرف لو فريق ما هو عملك الشغل يعني لازم شكل يكون حركه، كيف كان يجيب يخلي الناس معلومات يبقى سريه؟ عندها مصدر صدق، ان اقول للناس ان اللي بقدمه لكم ده مصدره صحيح، لازم اكد لهم. ما ينفعش اقول لهم انه لو انتوا شاكين تعالوا اعملوا بصمة صوت. انت بتتكلمي عن من بلد لبلد يا ست نضال، بتتكلمي من بلد لبلد. لا انا مش من بكلمك بلد في لبلد، لا انا ابدا المهنية مش من اللي بلد لبلد. اتعلمناها منك انتي، انا اتعلمتها، انا بكلمك بالمهنية دي. طب هذا درس جديد مدام، هذا درس جديد يلا تعلمي لينا لما كلنا، بدك تحصلي اتفضلي على ست بس ما اسمحي لي احكي، ما عم بحكي شيء، خليني اقول ما عم بحكي اتفضل. شيء. لما بدك الحقيقة لتدافع عن فنان، ولما هذا الرجل بكل مجالسه بيهين شيرين، نحن بعد عنا جولة تانية، بعد في تسجيلات تانية، يهين كرامتها وبيهين شرفها وبيهين أكثر من هيك بكتير. لما نسحب كل هذا الكلام نحطه قدام رأي عام لتفهم شيرين شو عم بيصير، هذا حق. ما لما بعرف على شو تخلصي انا معترضة، هتكلم، اتفضلي. يعني انت عم تعملي حالة دفاع عن رجل طلع شتم شيرين وهين انا بتكلم في قضية يا ست وهين نضال، الناس مش البلدي. بدافع عن حد، انا بتكلم في قضية دلوقتي لا هي لا انت كل قضية الوقت رأي عم عام، بتدافعي، وبسأل شوفي سؤال شوفي واضح هو حياتي. تسجيل صوتي ام حوار، ما بتجاوبنيش. طيب خليني ده أسأل حيوان، سؤال ما انت كل تاني، الوقت عم انتي بيقول لها انت بتقولي مذيعة مدام، مدام بسمة، مدام بسمة، كل الوقت إذا بتسمعي للأسف مش سامعة التسجيل واضح، كل الوقت عم بيقول لها أنت مذيعة وإكسترا، ما واضح إنه عم بيعمل حوار صحفي مفتكر حاله، بس إنه أشياء مش للنشر وأشياء للنشر، يعني لم يكن ذكيا بما يكفي. طيب قبل ما تنشري التسجيل هل عرضتيه على شيرين او كلمتي شيرين وقلت لها؟ لا 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 تربطني أي علاقة بشيرين، وشيرين براءة من كل هاي الحكاية طب ما حاولتيش إطلاقا. ليه توصلي يعني أنا لها؟ لو شيرين مش انتي حقيقي، انتي بتقولي للدفاع، قلتي كده في جملتك للدفاع عن شيرين، لو انتي عايزة تدافعي عن شيرين او متضايقة عشان شيرين ما كلمتيهاش ليه في التليفون؟ مش شغلي هيدا، انا ما عندي علاقات خاصه مدام، حتى لو انت في عليك قضيه انا بسجلها وبطلع فيها وما بتصل فيك وبقول لك، نحن صحفيين، نحن مش جمعيات خيريه ولا طيب مصلحين ولا جمعيه حقوق الانسان، طيب نحن انت صحفيين هي شايفه، انت شغلتنا. بتقولي ليه حصلت كل الضجه دي؟ انت مش عارفه انه اللي نزل ده يا ست نضال يعني ده في خراب بيوت، لانه في لا ما كارثه فيش، من لا زوج لا لزوجته بالعكس اذا بالعكس، ايوه حقيقي، يا وانا مدام، يا انا مدام ما احنا ما بسمع، يا نعرفش. مدام بسمع، يا مدام بسمع حبيبتي، هيها بالعكس اثمر هذا التسجيل عن صلح رائع بين شيرين وحسام. عرفتي ازاي يا ست نضال؟ طيب هيدي شغلتك، كيف عرفت ازاي؟ شي مرة سألتك كيف بتعرفي هاي المعلومة؟ شي مرة سألت طب فريق عندك عملي تسجيلات تانية يا كيف ست عرف نضال؟ هيدي المعلومة؟ عندك تسجيلات تانية؟ نعم طب ليه ما نشرتيهاش؟ نعم في الجولة التانية خلينا نشوف شو بيصير. انا ليه حاسه انه هو ده تخليص حق، ولا انت زعلانه من والده، ولا زعلانه من في ايه يا ست نضال؟ انا ما تعودتش عليكي كده ابدا. انا بحب شيرين، انا مدام انا بحب طب ولو شيرين، نحب شيرين بحب نأذيها كده؟ المظلوم. شيرين شخصيه عامه ورمز للناس كلها والناس يا كلها بسمة يا بتعشقها. بسمة انا بحب يا شيرين، بسمة انا زعلانه عشان حبيبتي، شيرين النهارده يا يا ست نضال. حبيبتي، يا عيوني يا عيوني، انت طالعة بتحكي ما بعرف. انا دفعت عن مظلوم ان كان امير ولا من وجهة غفير، نظرك انت لقنت الظالم، لقنت الظالم درسا لن ينساه، طب بافتراض ان هو قال لانه كده، بالحديث ليه انت اللي خليني اقول بس بتنصبي نفسك كلمة. انك تدافعي عنها؟ ما حدش واصي على حد، وليه بتقولي انه ظالم؟ ليه احنا هي الصحافة تحولت انه انا ادافع عن ده واخد حق ده او ادخل احكم جوه البيوت؟ هاي شغل، يعني هيدا شغلنا مدام، انا مش اذا معاكي ابدا مش يا ست عايش فيه نضال، وانا كيف بدك. بشكرك جدا اوكي على مداخلتك، وانا الحقيقه يعني انا شرفتيني، ولكني انا ضد اللي حصل ده اطلاقا.